به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران على إمام المتقين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مع برنامجكم المتجدد مع دار الإفتاء، الذي يأتيكم على قناة التناصح مساء كل جمعة عند الساعة 5 مساء. يسعدنا أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، وكذلك هاتف 021-33-47-402، 021-33-47-403. كما يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. نستهل حلقتنا هذه بحمد الله عز وجل، ثم بتذكير الناس بأن الله عز وجل أكرمنا وقد دخلت السنة الهجرية الجديدة يوم أمس، اللي هي سنة 1439 هجري، التي تهم كل إنسان مسلم أن يعرف تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التاريخ الأصلي للمسلمين. فقد كان يوم الخميس أمس هو اليوم الأول من شهر الله تعالى المحرم. وشهر المحرم كما تعلمون هو أحد الأشهر الأربعة الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وندبهم إلى الصيام في الأشهر الحرم، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم من الحرم واترك، أي لا يطلب من الإنسان أن يصوم الأشهر الحرم كلها، ولكن لا يفوت صيام بعض الأيام فيها أو نصفها أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، صم من الحرم واترك. كذلك في هذا الشهر المبارك وهو شهر المحرم سيأتينا يوم عاشوراء، اليوم وهو يوم العاشر من المحرم، الذي سيوافق إن شاء الله يوم السبت 10 محرم بإذن الله تعالى. عاشوراء هو من الأيام المباركة في الإسلام، هذا اليوم نجى الله تعالى فيه موسى من بطش فرعون، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الناس يصومونه، أو وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون وملئه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. نستقبل الاتصال الأول. نعم، معنا المبروك من بني وليد، تفضل يا مبروك. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم، تفضل. جمعتك مبروك إن شاء الله، عدوكم مهلوك إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله، تفضل يا سيدي. يا شيخ، السؤال الأول عندي 3 سؤالات معرفة. السؤال الأول: شنو نحط من السبحة؟ نعم، طيب. السؤال الثاني يا شيخ، عندي خالتي قاتلة رقبة، قاتلة راجلها بينات بينها بينها هو مشاكل، قتلت عمدا. لا والله، لا والله، داير فيها حال يا شيخ، داير فيها حال، داير فيها حال بكري. طيب. شيطان الله يبعد ان شاء الله. نعم. هذا منها عويلتها حاليا مو شعماها. طيب. عماها لهم. نعم. عما عمينهم. كويس. ايه، هي هي بكري ما عرفت عويلتها، يقول في اللي يقول حرام، في اللي يقول
في اليهود كراهة حتى الكريهة، أمهم كراهة حتى الكريهة يا شيخ. طيب الآن ماذا تسأل خالتك هذه؟ شنو سؤالها؟ ما سؤالها؟ سؤالها يا شيخ شنو الحكم مع والدها؟ ده كيف ديته مع براع والدها؟ شنو بروع والدها؟ طيب 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 تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله. مبروك. نعم السؤال الآخر ولد مسلاته تفضل. الخير يا شيخ. أهلا وسهلا مرحبا. كيف حالك؟ يحفظك الله إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله تفضل. يس قلت لك أنت توقيت يوم عاشور السبت هذا ولا السبت اللي بعده؟ لا السبت اللي بعده إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بدي وقتك الخاص يا شيخ. طيب بعد البرنامج إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله ماشي يعطوك إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نعم معنا سليم من مصراتة تفضل يا سليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام وجزاك الله كل خير. وجزاكم جميعا إن شاء الله تفضل. عندي ثلاث أسئلة كثيرة جدا يا شيخ لو سمحت. أسئلة كثيرة كثيرة جدا. إيه تفضل. إيه السؤال الأول حسب علمي أن نزول القرآن الكريم استغرق حوالي 23 سنة. نعم. السؤال ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم؟ طيب السؤال الثاني هل يدخل القضاء والقدر في الأخطاء الطبية؟ يعني الأخطاء الطبية اللي ناس تتوفى تحت العمليات الجراحية هل يدخل فيها القضاء والقدر ولا؟ نعم سؤال نعم تمام. معي سؤال ثالث يا شيخ عصام. نعم. شاب مسلم بيربي لحيته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ولكن لقيه منعوه من ذلك أبوه وأمه. منعه أبواه. نعم. هل يرضي والديه وبديه لحية أو يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي لحية؟ عليه الصلاة والسلام. وضحت الأسئلة تمام يا سيد سليم إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. معنا أيضا عواطف من طرابلس تفضل يا عواطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مرحبا. إن شاء الله. نعم. بالله عليك نبي نسأل على حديث إن هو صحيح ولا غير صحيح ما نعرف بالله عليك. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طهروا بيوتكم باللبان والزعتر. طهروا بيوتكم ولا لا؟ باللبان والزعتر. أنت بخير الملح الملح الكبير في الحوش على أساس أن يطهروا البيوت عادي ولا لا يا شيخ؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أحمد من مصراتة تفضل يا أحمد. أحمد من مصراتة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أهلا وسهلا تفضل. نسألك حكم قتل النفس عمدا. حكم قتل النفس عمدا. عمدا. النفس المحرمة. هل يجوز قتل القاتل ولا لا؟ نعم كيف؟ هل يجوز قتل القاتل ولا لا؟ نعم يعني إنسان قتل غيره عمدا حكم قتل القاتل. في حكم الدولة ما فيش قانون ما فيش قتل القاتل. تمام تمام. عادي ولا لا؟ تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب بإذن الله سيد أحمد. نعم إذن نجيب على هذه الأسئلة. طبعا قبل أن نجيب الأسئلة نكمل حديث كما ذكرنا في فضل عاشوراء. يوم عاشوراء كما السائل يكون يوم السبت إن شاء الله مش بكرة السبت الآخر. عاشوراء طبعا ثبت أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية ولهذا الأولى للمسلم ألا يفرط في صيام يوم عاشوراء وهو يوافق يوم السبت الآخر إن شاء الله. ويستحب أيضا أن يصوم يوم تاسوعاء قبله اللي هو إحنا يوافقنا إن شاء الله يوم تاسوعاء يوم الجمعة بإذن الله. يستحب الإنسان أن يصيم عاشوراء وأن يصوم تاسوعاء قبله. النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وقال كما في الصحيح لئن عشت إلى قابل العام القابل القادم يعني لأصومن التاسع. فتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول قبل أن يصوم التاسع. فينبغي للمسلم لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا أن يبتهل أن يحافظ على صيام عاشوراء وكذلك صيام تاسوعاء. نجيب على هذه الأسئلة. السيد المبروك من بني وليد يقول ما حكم السبحة؟ السبحة هذه طبعا معروف واختلف الناس فيها من قديم وبين
من يجيزها وبين من يمنعها، ولكن لعل الرأي الوسط فيها إن شاء الله أن السبحة هي وسيلة للعد، حكم حكم، أي إنسان مثلا يأخذ نوى أو شيء آخر، فإن كانت وسيلة للعد لا بأس بها. مثلا إنسان يريد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فهو يضبط العدد بالسبحة، فهذا لا بأس به. لكن السبحة في نفسها ليست مقدسة كما يفعل للأسف بعض الناس، يقدسها ويعطرها ويعني يعطيها شيئا من الخصوصية. لا، نقول السبحة هي وسيلة للعد، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يسبح أدبار الصلوات بيديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع إنهن مستنطقات، فالتسبيح عقب الصلاة اللي هو 33 سبحان الله و33 الحمد لله و33 الله أكبر، هذه يسبحها الإنسان بأصابعه ما أمكنه ذلك. أما التسبيح المطلق أو المقيد بأعداد يعني يصعب على الإنسان ضبطها، فهذه لا بأس أن يستخدم فيها السبحة، بشرط ألا يعتقد في السبحة شيئا، وإنما هي وسيلة لضبط العدد فقط. السؤال الآخر للمبروك من بني وليد يقول: خالتي قتلت زوجها، أنا سألت هل كان قتلها إياه عمدا أو لا، الذي فهمت من سؤاله أنها كانت متعمدة بسبب ما كان أنه كان يسيء العشرة معها. على كل حال لا يجوز للزوجة بحال أن تقتل زوجها ولو أساء عشرتها. فيقول: ما الظاهر أن أهل المقتول منعوا أولادها منها، فنقول هنا إذا كان منعهم لأولاد هذه المرأة القاتلة منها بسبب خوفهم عليهم، يعني ربما يكون فيها شيء، قتلت زوجها فهم يخافون أن تقتل أولادها، فهذا سبب وجيه. أما إن لم يكن ثمة خوف منهم فهؤلاء الأولاد، أو خوف عليهم عفوا، فهؤلاء الأولاد هذه أمهم، ولو كانت قاتلة هذه أمهم، ويجب عليهم أن يصلوها إن كانوا صغارا يمكنون من رؤيتها، وإن كانوا كبارا يذهبون إليها، فهي أمهم. كونها قتلت أباهم هذا جرمها وهذه جريمتها، ولا يسألونهم عنها، ولكن لا يجوز لهم أن يقطعوا أمهم يعني قطيعة كاملة، ولا أدري يعني تفاصيل هذه المسألة. نعم. سيد سليم من مصراتة يقول: ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟ قراءة القرآن الله عز وجل يعني أمرنا بترتيل القرآن وبقراءته آناء الليل وأطراف النهار، فالإنسان يقرأه متى تيسر له ذلك، ولكن هناك أوقات مثل أوقات آخر الليل في سدس الليل الأخير الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأغفر له، هل من داع فأجيبه. فلا شك أن من أفضل أوقات قراءة القرآن في سدس الليل الأخير وفي الأماكن الفاضلة وفي الأوقات الفاضلة قراءة القرآن في رمضان، لا شك أنها أكثر أجرا كذلك. هذا في الأزمان الفاضلة، في الأماكن الفاضلة أن يقرأه القرآن الإنسان مثلا في المسجد الحرام وفي المساجد فبصفة عامة القرآن يستحب قراءته في كل مكان وزمان، إلا ما لا يليق قراءة القرآن فيه كالأماكن النجسة وكذا، ولكن ليغتنم الإنسان فرصة آخر الليل ولما يكون الإنسان وحده، فهذا يعني أبعد ما يكون عن الرياء. معنا اتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الحكيم. نهارك مبارك يا شيخ. أهلا وسهلا بك، تفضل. الطيبة والناس الطيبة أجمعين وقناة التناصح والناس الطيبة إن شاء الله يا شيخ. نعم. إسلام إن شاء الله كل عام تهي وصحيح إن شاء الله طيبون. من الذين يستمعون القول يتبعون أحسن. آمين. الله يوالديكم والله يكثر خيركم، ان شاء الله ديما منورين على قناه التناصح، والله ما حياته فينا الا قلوب الحق يا ربي. بارك الله فيك، جزاك الله طمعين ان في نصره الله في 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 الدين الطيب هذا الحق يا ربي يا شيخ. جزاك الله خيرا. هل لك سؤال يا شيخ عبد الحكيم؟
عندي سؤال بالله. هو زي نوع الانسان سبحان الله يا شيخ عصام، تلقاه الانسان يصلي يقرا في القران وتلقاه يزكي تلقاه يسبح تلقاه قصدي سبحان الله تلقاه لكن يطعن في 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 الناس يطعن ويدير تلقاه في اللي تلقاه يدير في فتنه وفي اللي يستهزا بالناس في الطريق وفي اللي يجامل في اداء الطريق وفي اللي تلقاه معناها سبحان الله ما الغيبه نتاعها لناس على قصدي الدين هنا على الفحشان منكم. نعم وضحت وضحت. نعم شيخ واضحه سيد عبد الحكيم ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. بارك الله فيك. معنا موسى من بنغازي، تفضل يا موسى. السلام عليكم. خير عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، مرحبا. يا شيخ ما حكم المداخل يا شيخ يديروا سيناريو بنغازي في صبراته يا شيخ. نعم. هذوما يحاربوا في توار في التوار 17 فبراير، سيناريو بنغازي كرروا فيه في صبراته يا شيخ. نعم نعم يا سيد موسى وصل. يا شيخ هذوما تبعيتهم الحفتر يا شيخ. وصل. الانتداب العسكري يا شيخ. وصل وصل سؤالك سيد موسى، بارك الله فيك. نعم تفضل معنا. خير شيخ. تفضل اهلا وسهلا. ولد سلاته ان شاء الله. تفضل يا شيخ تفضل. قلت لك ندي رقمك الخاص. خلاص يعطوك الرقم ان شاء الله باذن الله. اتصل بعد الحلقه يعطوك الرقم ان شاء الله باذن الله. معنا ام مالك. تفضل يا ام مالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله شو بقول لك، عندنا احنا هديه بالحوش، يعني ان اخوي مقتول اعطونا على هديه. فاخوي خداه هو فهمتي كله وصار زي المشكله هيك في الحوش. طيب ابوك هذا قتل خطا ولا شنو يعني اعطوكم الديه؟ لا اخوي اخوك قتل في سجن بوسليم. طيب فمن اعطاكم يعني الدوله اعطتكم الديه؟ الدوله في النظام السابق. نعم. فقاعده لتو يعني المشكله عليهم مشكله فلوس خداهم اخوي. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. عبد الفتاح من طرابلس. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا سيد عبد الفتاح. بارك الله فيك يا سيدي شيخ الفاطمة. الله يبارك فيك. سؤالين في سؤالهم. اي نعم. يعني واحد متوضي يعني متأكد انه متوضي ويعيد الوضوء، واخر يعني صلى فردا ثم بعد ذلك لما وجد جماعة صلى جماعة، فهل هذا يرتبط بمعنى الآية ولا لا إله إلا الله؟ طيب هو ليش يعيد الوضوء أصلا يا عبد الفتاح؟ لا هو يعيد الوضوء هيك يعني قصد التجديد، قصد تجديد الوضوء يعني يعني هو 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 متوضئ، هو متوضئ وحينما تاتي ويصلي بالوضوء وحينما تاتي صلاه جديده يجدد الوضوء. لا 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 يجدد في الوضوء ماشي في باله، ما ان الوضوء على وضوء نور شيء غلط. تمام هل هذا يرتبط، هل هذا يرتبط بمعنى الايه القرانيه ولا تنقض الايمان بعد توقيدها؟ تمام يعني شكرا شيخنا الفاضل. تمام. طيب نجيب الآن على الأسئلة. السيد سليم من مصراتة أجبنا على سؤاله الأول، ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟ سؤاله الثاني القضاء والقدر في الأخطاء الطبية. قضاء الله وقدره واقعان لا محل، ولكن هل يجوز لإنسان أن يحتج في بخطأ طبي يقول والله هذا قضاء وقدر؟ هو قضاء وقدر في كل شيء، وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر. لكن الإنسان اللي وادي الكلام تكلم عنه الفقهاء قديما، الطبيب الذي يخطئ في يعني مثلا يعالج الناس وكذا، فإذا لم يكن هو متقنا لهذا الأمر وأخطأ فيه فهذا يتحمل مسؤوليته. نعم. وإذا كان هو طبيبا وحاذقا ومختصا في هذا الأمر ففيه كلام معروف عند الفقهاء. المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يخطئ أو أن يرتكب خطأ ما أو أن يفعل كذا ويحتج بالقضاء والقدر، فهذا لا يجوز. نعم. ومن يعني له شخص مثلا أخطأ طبيب فقتله أو كذا، أو أن شخصا ما ليس متخصصا في هذا الأمر وضرب له إبرة أو أعطاه دواء فمات، فهذا بإمكانه أن يطلب وأن يلاحق هذا الفاعل، ويعني لا يسلم لهم حينما يقولون له هذا قضاء وقدر.
السؤال الثالث لسيد سليم يقول: شاب مسلم له لحية منعه أبواه من ذلك، هل يرضي أبويه؟ نقول: اللحية هي من الأمور الواجبة في الإسلام في مذهبنا وفي مذهب كثير من أهل العلم، وقد نص علماء المالكية على تحريم حلق اللحية، يعني حلق اللحية حرام عند المالكية وعند كثير من أهل العلم. جوز بعض من أهل العلم أن يهذبها الإنسان، ونعم، لكن أن يحلقها حلقا كاملا كما يفعل للأسف بعض الناس فهذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى. فهنا والداه أمراه بمعصية، أمراه بحلق اللحية، إن كان القصد بالحلق بمعنى الإزالة الكاملة فهذا لا يجوز له أن يطيع والديه، ليقنعهما قدر المستطاع، ليشرح لهما، ليحضر لهما كلام أهل العلم فيها، إن لم يقتنعا فيدفعهما بالحسنى ويترك لحيته ولا يحلقها، لأن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأخت عواطف من طرابلس تقول، تسأل عن حديث: طهروا بيوتكم باللوبان، هكذا قالت، لا أدري والزعتر أو الزعفران، أنا لا أعرف هذا الحديث حقيقة، وكوني لا أعرفه فهذا يعني لا يعني أستطيع من خلالي أن أقول هذا الحديث غير صحيح وكذا، فالله أعلم، ولكن في نفسي من هذا الحديث شيء، خاصة بمسألة اللوبان وكذا لا أعرف، فالله أعلم. بإمكانك أن تتصلي على رقم الإفتاء 1413 للمجاني لنبحث عن هذا الحديث ونفتش عنه. السيد أحمد من مصراتة يقول: حكم قتل النفس، أو حكم ما حكم قتل القاتل خارج الدولة؟ الذي فهمته من أحمد أن هناك شخصا قتل نفسا بغير حق، وأهل القتيل يريدون قتل القاتل. نحن نقول والله بتوفيق الله عز وجل: الذي يقتل نفسا معصومة عمدا عدوانا فإن جزاءه في الدنيا هو القتل، ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالقاتل عمدا عدوانا يقتل. لكن من الذي يقتله؟ تقتله الدولة، يقتله ولي الأمر، تقتله الجهات الرسمية. أما لو فتحنا الباب على مصراعيه هكذا، من كان له إنسان قتل فإنه يقتل القاتل، ثم أهل القاتل القتيل يقتلون القاتل، وهكذا هنا الناس لا يتثبتون في أمور الدماء وسيسرفون في القتل. فلهذا جعل أمر قتل القاتل للدولة لولي الأمر. يقول لي أحمد هنا الآن لا دولة، نقول كلمة لا دولة هذه لا تبيح لك أن تقتل القاتل، فأنت ربما تضحت أمور للقضاء لم تتضح لك، أنت تقول الآن قتل أخي عمدا، ربما تظهر أمور لا تعلمها أنت فترك الأمر للقضاء بإمكانك، بل يجب عليك من باب إحقاق الحق أن تقدم الأوراق للقضاء، وأن توكل محاميا، وأن تبحث في هذا الأمر، وأن ترفعه في أكثر من محكمة، هذه حقوقك. أما أن تقتل خارج إطار الدولة فهذا لا يجوز لك. الله عز وجل يقول: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أنت ربما قتلت القاتل، ربما قتلت أخاه، ربما، فاحذر هذا الأمر. عبد الحكيم من تاجوراء يقول: بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي وكذا، ولكنه يطعن في الناس ويغتاب الناس. طبعا الصلاة والصيام والزكاة هذه من أركان الإسلام وهي أمور واجبة، ولكن الإنسان الذي يطبق الواجبات عليه أن يترك المحرمات، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا شك أن الغيبة منكر، والنميمة بين الناس منكر، والطعن في الناس والطعن في العلماء من المنكر. فلو كانت صلاته يؤديها بخشوع وتضرع إلى الله عز وجل لنهته عن مثل هذه المنكرات، فعليه أن يحذر من مثل هذه الأمور حتى يتقبل الله صلاته ويتقبل صيامه، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن يسعى بالفتنة بين الناس ويغتاب ويوقع ويحدث الوقيعة بين الناس فهذا لن يتقبل الله منه عباداته، فليحذر من هذا الأمر.
نخرج أيها السادة المشاهدون والمستمعون إلى فاصل ثم نرجع بإذن الله تعالى. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل لنجيب عما تبقى من الأسئلة، ونستقبل أيضا أسئلتكم واستفساراتكم. عندنا الأخت أم مالك تقول: توفي أخي في سجن أبو سليم، وأعطانا النظام السابق دية مقابلة أو دية قتله، وقالت استأثر أخي بهذه الدية. طبعا أنا لا أعرف أخوها الذي توفي هل له ورثة، هل له يعني أبناء أو لا. الدية هذه تقسم بين الورثة، تقسم بين الورثة، فإن كنت وارثة في أخيك بإمكانك أن تطالبي أخاك بأن يعطيك حقك في الميراث، إن رفض وأبى بإمكانك أن ترفع الأمر إلى القضاء. المهم أن الدية تقسم تقسم بين الورثة على قدر أنصبائهم، فانظري نفسك هل أنت وارثة في أخيك أم لا. عبد الفتاح من طرابلس معنا، صالح من العربان، تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك أجمعين إن شاء الله، تفضل يا صالح. سنة هجرية في طاعة الله ورسوله. نعم قلت لك سنة هجرية جديدة إن شاء الله بالأمن إن شاء الله أجمع وحيات. يا رب العالمين، يا رب العالمين، بارك الله فيك. وهذه المناسبة طيبة، وهي الهجرة، يعني والهجرة تعني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. نعم. أو تعني هجر البدع والمعاصي وهجر الأعمال الغير صالحة. نعم. وتعني حتى الهجرة من بلد الحرب إلى السلم، ومن بلد الفقر إلى بلد صحيح. الخير والسلام والعمل. نعم نعم، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ. نعم. هل الزيتون والعسل زكاة؟ الزيتون والعسل هل فيهم زكاة؟ وهل تبني المساجد بأموال الزكاة؟ السؤال الثاني، هل تبني المساجد بأموال الزكاة؟ نعم تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك سيد صالح. معنا بنت صبراتة، تفضلي يا بنت صبراتة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ نتكلم عن أوضاع في صبراتة. نعم. فرج الله عنكم. من فجر يوم الأحد. نعم. عند مقتل العسكري أبو بكر الدباشي على يد القوات في بوابة في تبع لغرفة محاربة تنظيم الدولة. نعم. اندلعت بعدها اشتباكات على إثر أول الوضع مأساوي جدا في صبراته. نعم. الآن بديت نفس مشكلة إن الغرفة مع العسكرية 48. الآن بس من كل مكان المقاتلين يجوا تابعين الغرفة. نعم أنا التفاصيل لا أعرفها، لكن سنتكلم كلاما عاما في مثل هذا الأمر إن شاء الله، تسمعين إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا، وفرج الله عن أهلنا في صبرات. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بنتك يا شيخ. نعم. تواني تصير لي لحظة في لقطة كفلات العشاء، فهمت؟ اي نعم.
نقرا فاتحه ونقرا سوره، فهمت؟ ايه. والركعه الثانيه نقرا فاتحه ونفس السوره الاولى، فهمت كيف ولا؟ نعم. ايه خذ بك تنصحني. تسمع الجواب ان شاء الله باذن الله. طيب ماشي باذن الله. معنا سناء من صبرات، تفضلي يا سناء. ايوه السلام عليكم. الله عليكم شيخ. السلام ورحمه الله. نعم. شيخ انا نبي نسال في قضيه طلاق يعني. نعم تفضلي. اخو قضيه شيخ يعني مطلقه ثلاث مرات. طلقك زوجك ثلاث مرات في كلمه واحده في موقف واحد ولا متفرقات؟ كل طلقه ويعني صراحه. طيب وحق. طيب كويس. وانا ما دبي اني لا توصل للشيء هذا لجوزي، يعني ان هو يقول الحق ويعني بيني وبين الله سبحانه وتعالى يعني. ايه كيف يعني انت الان خلاص هو ما دام طلقك انت مقره بان طلقك ثلاث طلقات؟ ايه. طيب شو اللي تدبيه من زوجك انت ان هو الان يعني يفتري عليك ولا ماذا؟ هو معاش زوجك الان؟ يعني هو لا انا يعني سالت هلبا شيوخ وانه في حل يعني. طيب يعني في طلقه كانت يعني لحظه غيظ وفي طلقه كان هو فيها في حاله شرب. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل يا ابو زقيه من الخمس تفضل. شكرا بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ عصام. نعم. بالله عندي سؤالين لو سمحت. باي تفضل بسرعه. بالله نبي قراءة القرآن، هل تجب الطهارة في قراءة القرآن يعني يجب الوضوء أم أن الإنسان يكون طهر؟ طيب للحدث الأكبر أنت والأصغر أنت بتقرأ من المصحف ولا بتقرأ من حفظك؟ لا من المصحف. من المصحف نعم. والسؤال الثاني. إي نعم. السؤال الثاني بخصوص اللحية، أنت قلت تو الرسول قال عفوا اللحى والتحريم. نعم. وربي في القرآن قال وإن اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فهل التحريم في اللحية يعني موجود في القرآن أم أن هذا الشيء حرم الرسول فقط؟ وفي حديث ثاني للرسول يقول خالف اليهود والنصارى. نعم. اليهود والنصارى لا. الآن طيب اللحية ويعفوا في الله. طيب. ويحسنوا في الشوارع. تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله. ماشي بإذن الله. نعم محمد من درنا، تفضل يا محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو أخبار يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. تفضل يا محمد. انقطع الاتصال، نجيب على بعض من هذه المكالمات. نعم. عبد الفتاح من طرابلس يسأل، قال ما حكم متوضئ يعيد الوضوء؟ أنا سألته هل هو يتوضأ ثم مثلا يصلي بهذا الوضوء ثم يجدد؟ قال لا، ما يعني سمع أن يستحب تجديد الوضوء فهو يتوضأ الآن وهو على وضوءه مثلا بعد نصف ساعة يتوضأ من جديد وهكذا. فنقول مسألة تجديد الوضوء ذكر العلماء استحباب تجديد الوضوء إذا أحدث به الإنسان، إذا أحدث به عبادة، بمعنى الإنسان مثلا صلى، يعني مثلا إنسان توضأ فصلى بهذا الوضوء صلاة الظهر مثلا ثم بقي على وضوءه إلى صلاة العصر، هنا نقول يستحب أن يجدد الوضوء. أما إذا لم يحدث به عبادة فهو على وضوءه ولا داعي لتجديده. كذلك قال هل لهذا الأمر علاقة بقول الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؟ الذي ما لاش علاقة مسألة الأيمان لوحدة والوضوء لوحدة، وهنا تجديد الوضوء لا يعني إبطالا للوضوء الأول. المهم يا سيد عبد الفتاح حتى أسهل عليك الأمر، يستحب تجديد الوضوء ولو لم ينتقض هذا الوضوء إذا فعلت به عبادة كأن صليت به مثلا، بعد ذلك يستحب أن تجدد به الوضوء. وورد فضل تجديد الوضوء في أحاديث كثيرة، في حديث بلال بن رباح رضي الله عنه الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دف نعليه في الجنة فسأله ماذا تفعل؟ قال لا أتوضأ فأحدث إلا جددت الوضوء. نعم. عندنا صالح من العربان يقول الهجرة بسنة الهجرية الجديدة ماذا تعني لنا؟ فطبعا الهجرة لا شك أن تعني للإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالسنة الهجرية تعني للمسلم الهجرة أن يهجر المعاصي وأن يهجر المحرمات، وتعني يعني للدول الإسلامية
تعني لهم معاني كثيرة بالانتقال كما ذكر من الفقر إلى الغنى ومن الحرب إلى السلم ومن الظلم إلى العدل. فنعم هذا هو معنى الهجرة ومعانيها كثيرة. يسأل أيضا السيد صالح من العربان يقول: هل في الزيتون زكاة؟ نعم في الزيتون زكاة. هل في العسل زكاة؟ نقول لا، مذهبنا أنه لا زكاة في العسل ولكن في الزيتون زكاة إذا كان سقي بالمطر فيه العشر، إذا سقي بالآلة فيه نصف العشر، فيجب عليك أن تزكي هذا الزيتون إذا بلغ النصاب 5 أوسق اللي هي الآن 40 مرطة، ما نعرف عندنا بالمرطة ب40 مرطة، ولكن العسل لا زكاة فيه. في سؤاله أيضا السيد صالح يقول: هل تبنى المساجد بأموال الزكاة؟ نقول لا، لا تبنى المساجد بأموال الزكاة، لأن الله تعالى حدد مصارف الزكاة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. وفي سبيل الله يقصد بها في الجهاد وليست، فنص علماؤنا لا يبنى بأموال الزكاة مساجد ولا مدارس ولا جسور ولا نحو هذا. أختنا من صبراتة تتكلم على أوضاع صبراتة، طبعا نسأل الله أن يفرج عن أهلنا في صبراتة، فهناك اقتتال هذه الأيام على أهل الحل والعقد في صبراتة وفي المناطق المجاورة، أن يوقفوا هذا القتال وأن يمنعوا هذا الاعتداء واستباحة الحرمات. وعندنا مشكلة في بلادنا، يجب على أهل الحل والعقد وعلى الحكماء وعلى المسؤولين أن يبينوا المحقين من المبطلين. نحن للأسف تجد يعني تندلع حروب واشتباكات في منطقة من المناطق والناس يدعون إلى التهدئة، هذا أمر طيب، لكن لا بد أن يبين المحق من المبطل، المعتدي من غير المعتدي. فعلى أهلنا في مصراتة أن يردعوا المعتدين والظلمة وأن يجنبوا الناس في صبراتة ويلات هذا الاقتتال. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وعن كل بلدان المسلمين. الأخ من مسلاتة يسأل في صلاة العشاء، قال: أنا أكرر السورة، فنقول تكرار السورة نفسها في الصلاة مكروه، إذا نسي الإنسان لا بأس بذلك ولا يترتب عليه شيء. يعني مثلا إنسان في صلاة العشاء قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة مثلا سورة الإخلاص ثم كررها في الركعة الثانية، صلاته صحيحة ولا سجود عليه ولا تبطل ولا كذا، ولكن إذا تذكر الإنسان فلا يعيد نفس السورة، ويستحب أن يراعي ترتيب المصحف بحيث لو صلى مثلا صلاة في الركعة الأولى سورة الإخلاص فيقرأ في الركعة الثانية مثلا سورة الفلق أو سورة الناس. أخونا بوزقية من الخمس يقول: قراءة القرآن من المصحف ما الذي يشترط فيها من الطهارة؟ طبعا قراءة القرآن إذا كان الإنسان عليه جنابة، عليه جنابة، فهذا لا يجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف أصلا، لا يجوز له أن يمس المصحف. كذلك لا يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه، اللي احنا نسموه القراية القراءة من الرأس، لا يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه إلا آيات التعوذ وآيات النوم. بمعنى إنسان مثلا يريد أن ينام وعليه جنابة، فلا بأس أن يقرأ من حفظه آيات النوم، بمعنى يقرأ الفاتحة، الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي، أو أن يقرأ لخوف مثلا للتعوذ. أما القراءة من المصحف فيجب على الإنسان أن يتطهر من الحدث الأكبر اللي هي الجنابة والحدث الأصغر، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. فإذا أردت أن تقرأ القرآن من المصحف عليك طبعا أن تغتسل إذا كانت عليك جنابة، وإذا كان عليك حدث أصغر كذلك يجب أن تتوضأ لتمس المصحف. وعلماؤنا يمنعون مس المصحف لغير المتوضئ ولو بأن يمسكه بثوب كما يفعل بعض الناس أو بعلاقة أو بغير ذلك، فهذا ممنوع منه. أما القراءة من الحفظ فلا بأس أن تقرأ من حفظك ولو كنت على غير وضوء ما دمت لست جنبا.
السيد بوزقية أراد التعقيب على ما ذكرت في مسألة اللحية، وقلت إن اللحية عند علماء المالكية وعند كثير من أهل العلم حلقها بمعنى الإزالة حرام لا يجوز. فهو قال لي أن الله عز وجل فما رده إلى الله، يعني إذا اختلف الناس فما ردوا إلى الله. قال لي هل اللحية مذكورة في القرآن يعني أوجب الله إعفاءها؟ نقول لا، الله لم يذكر وجوب إعفاء اللحية في القرآن، ولكن ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا القرآن والسنة مصدرا التشريع. أما أن الإنسان يقول أنا أخذ من القرآن ولا أخذ من السنة، فهؤلاء هم الذين يسمون بالقرآنيين الذين ينكرون السنة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية. قال لي السيد بوزقية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود، قال خالف المشركين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، لكن لا يعني مثلا أن لو كان المشركون اليوم أو اليهود مثلا الآن يعفون لحاهم أننا نحلق لحانا، لا، هذا فهم ضيق لنص الحديث، ولا يعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه قال يخالف المشركون في كل شيء. فطيب لو الآن أو المشرك أصبح يفعل الخير هل نخالفه ونفعل كذا؟ لا، فهذا فهم ضيق للحديث. معنا اتصال محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. محمد بن عثمان من طرابلس من طريق السوس الى الخليفه اخوي. اهلا وسهلا بك، تفضل سيد محمد. الشيخ واحد واخذ مني ديون وما ردهم ليش يا شيخ؟ طيب. باي وانا سجلت في الحج وما طلعتش. كويس. باي واحد ثاني هذا ولد خالي خدا شركه الالعاب وباع ثلاث عمارات قدام باع شركه الالعاب وكلي رزق امي، امي متوفيه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. نعم. أم طه من الخمس تفضلي. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. معليش يا شيخ أني ممكن قضيتي من نوع آخر، ولكن إن شاء الله نلقى عندكم فتوى يعني. تفضلي. أني متزوجة لي 13 سنة. نعم. وزوجي مش من نفس القبيلة. نعم. يعني أنا نتعرض في نوع من الظلم الاجتماعي. زوجك يظلمك يعني؟ لا زوجي لا يظلمني. من يظلمك؟ أهل زوجي. طيب. وطبعا كانت عمتي اللي هي عم زوجي، وكان حياة أخوي، كانوا في سد، وكان في سد منيع زي ما نقولوا. نعم. فلما توفى أخي وتوفت أم زوجي الله يرحمها، سلفي هذا والعائلة يعني زي ما نقولوا يعني قد ما نحكي لك شوية. أنت علاقتك بزوجك يا أختي؟ أنا قرار إني طيب. نقطع بهم علاقتي. إي نعم. لكن يعني إكراما لزوجي ولأن أطفالي وهادو أهلهم، في شعور شوية يخليني إني يعني طيب. نقول لا، مرات هذه خطيئة مع الله. يعني تسمعين الجواب يا أم طه؟ تسمعين. نعم. الجواب يعني طبعا البرنامج لا يحتمل الإطالة، لكن إن كان عندك أنت تفصيل في الموضوع اتصل على رقم دار الإفتاء 1413. بارك الله. أيوة وهنا تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله. بإذن الله إن شاء الله. هنادي، لأن الوقت داهمنا، هنادي من بنغازي تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. معلش يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. أي بسرعة. قلت لك ما حكم قص الأظافر بالأسنان وأكلها؟ طيب. والسؤال الثاني، أنا أكلها وجوزي يجبرني على لبس الخمار يعني النقاب، يعني أنا مش راضية على الشيء هذا، فنبيك تقول لي يعني الحل في الموضوع هذا. طيب كم عمرك أنت؟ 20. تسمعين الجواب إن شاء الله. إذا نجيب على الأسئلة. نسينا سؤال السيدة سناء من صبرات، تقول طلقني زوجي 3 طلقات، وأنا سألته هل طلقك في مجلس واحد؟ يعني قالت أنت طالق بالثلاث؟ قالت لا، في كل مجلس لوحده. فهي الآن تبعث برسالة إلى زوجها إذا كان بإمكانه أن يرجعها. فأنا قلت لها هو طلقك 3، والله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قالت في إحدى المرات طلقني وهو سكران، نقول طلاق السكران ماض محسوب عليه. قالت مرة طلقني وهو غضبان، طلاق الغضبان ماض ما دام العقل موجودا. فأنا أنصحك يا أخت سناء أنك أنت يعني إذا كنت تظنين
أن لك حلا عند زوجك أن تذهب إلى أحد من المشايخ ومن أهل العلم عندكم في صبراتة أو تأتي إلى طرابلس أو كذا، ثم أهل العلم ينظرون في هذه الطلقات، هم الذين يقولون هل ما زلت تحلين لزوجك أم لا. أما بمسألة العواطف أو أنك ما زلت تريدينها أو هو ما زال يريدك، هذه المسألة لا وجود لها في مسألة الزواج وفي مسألة حل الفروج. فأنت أو مطلقك هذا اذهبوا إلى أحد من أهل العلم واشرحوا له ما حدث، هو الذي يقول لكم هل ما زلت تحلين له أو لا. واحذري من مسألة العاطفة، ما دام إذا كنت متأكد أنه طلقك ثلاثة عشان ينفع العاطفة، العوض على الله عز وجل. أخونا محمد من طرابلس يقول أخذ مني أحد الناس دينا أو لم يردها، فنقول يجب عليه أن يردها. إذا لم يردها عليك بإمكانك أن ترفع أمرك إلى القضاء وأن تشكوه إلى أقاربه، فهذا حق لك أن تطالب بأموالك التي أخذها. قال أنا سجلت في الحج ولم أخرج، فهذا أنت فعلت ما عليك، المهم سجل كل عام. إذا لم تخرج في القرعة فهذا ليس لست قادرا على أن اسمك يخرج في القرعة، المهم سجل كل عام، وهنا رفعت الخطيئة عن نفسك. الأخت أم طه تقول أنا متزوجة منذ 13 سنة وزوجي لا تشكو من زوجها، ولكن أهل زوجي يظلمونني، فقالت ما حكم قطع العلاقات معهم؟ فأقول لها أهل زوجك يعني هم أقرباء لزوجك، هم رحم له، هم رحم لأبنائك، فأنا لا أنصحك بقطع العلاقة ولو ظلموك، القطيعة الكاملة هذه لا تجوز، ولكن خففي الذهاب إليهم بالمناسبات فقط، لا يعني تكرهي أبنائك إلى أو لا تكرهي أعمامك إلى أبنائك. فأنت هنا على زوجك أن يمنع الناس من إخوته وأهله من ظلمك، وفي نفس الوقت حاولي يعني ألا تقطعيهم قطيعة كاملة، وفي نفس الوقت ألا تكثري الزيارة إليهم إذا كانت تسبب لك المشاكل. وإذا كان عندك في الموضوع تفصيل فأنا ذكرت لك 1413 الرقم المجاني لدار الإفتاء. أختنا هنادي من بنغازي تقول ما حكم قص الأظافر بالأسنان وأكلها؟ يعني مسألة أكل الأظافر، ما ورد في الشريعة هو أن تدفن هذه الأظافر، ويعني أما مسألة الأكل فلا أظن، يعني الله أعلم، لكن إن لم يكن الأمر حراما فهو أمر مستقذر تستقذره الطباع السليمة ذوات والفطر السليمة، تستقذر مسألة أكل الأسنان. والأصل في قص الأسنان في قص الأظافر ألا تقطع بالأسنان، ولكن تقطع بما يقلم به الأظافر، ولا تفعل بالأسنان، ولا سيما إذا كان فيها شيء من الأوساخ أو كذا، فهذا أمر مستقذر والله أعلم. تقول الأخت هنادي أيضا زوجي يجبرني على النقاب، أنا سألت وكم عمرك؟ قالت أنا عمري 20 سنة. فيا أخت هنادي اللي عمرها 20 سنة، هذه شابة في مقتبل عمرها، فمن حق زوجك أن يجبرك على النقاب إذا كان يخشى عليك. وإحنا الآن في مجتمعنا يعني الديانة قلت عند كثير من الناس، هل ترضين أن يشاهدك الناس وأن ينظروا إليك وأنت في مقتبل عمرك؟ هذا من حقك. نعم، أنا أقول نعم، النقاب اختلف فيه، أو تغطية الوجه خلينا نقول بصفة أدق، تغطية الوجه اختلف فيها العلماء، منهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، ومذهبنا أن تغطية الوجه ليس واجبا إلا لمن تخشى منها الفتنة، إلا لمن تخشى من الفتنة. أنت شابة في مقتبل العمر، إذا كان يخشى منك الفتنة بمعنى أن ينظر إليك الشباب وغيرهم من الناس، من حق زوجك أن يجبرك على هذا الأمر، والعرف له دور في هذه المسألة. بعض البلدان إذا المرأة لم تغطي وجهها فسيتحدث الناس عنها وسيقولون إنها ليست يعني متلتزمة بتعاليم دينها، بل ربما وصفوها حتى بأنها مرأة متبرجة، مع أن هذا ليس صحيحا، ولكن أقول لك أطيعي زوجك فلم يأمرك زوجك بمعصية، وإنما أمرك بما يعينك على طاعة الله عز وجل وبما يمنع أذى الآخرين عليك. نعم، عندنا سؤال هكذا تقول
عبر الفيس تقول زوجي توفي يوم 23 شعبان الثالثة مساء متى أنهي فترة العدة؟ فترة العدة تقريبا إذا كانوا شعبان ناقص عنده 6 أيام يوم 4 محرم. نعم يوم 4 محرم بإذن الله، أو اتصلي على 14-13 حتى نفيدك أكثر في هذا الأمر إن شاء الله. إذن انتهى وقت البرنامج، فما كان من توفيق فمن الله تعالى، وما كان من غيري فمن نفسي ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور.